طبعا المحمية فيها تنوع حيائي كثير مثل ما سلف أخوي، الوعل النوبي والوشق والضأ والغزال العربي والريم والغزال الرملي اللي هو غزال الريم، وكذلك المها العربية المتواجد الذي ترونها أمامك. طبعا الأعداد للمها العربي تتراوح من 700 راس إلى 750 راس، وطبعا عندنا الغزال الرملي 800 راس تقريبا، وطبعا موجود عندنا الغزال العربي ما يقارب 45 راس.